انا شايفك زي القمر فقلت اسلم عليك. انا زي الفل. اسمك ايه؟ اسمي سرايا فوزي. بس ده الاسم ده غالي عليا. الحمد لله. ازيك يا حاجه سرايا؟ الحمد لله. اخبارك ايه بقى؟ كويسه زي الفل الحمد لله. تعاتي ليه؟ عشان فرحان ان انا شفتك. انا فرحان اني شفتك. انا نفسي اشوفك من زمان، وانا عندي 21 سنه. طب هو النصيب. مات وكان جوزي عيال عنده سرطان ومات، وانا كنت نفسي اشوفك وقعد اتعالجه. وعبد الله تعبان. ابنك؟ ابني عبد الله ده كان حصل له حادثه عربيه، وعبد الله بقال بعالجه، كان عنده ارتياف في المخ وكسر في الجمجمه، كان اخرس واعمى واطرش، بس الحمد لله بعت له رب العالمين اللي عنده. انا اللي جنتني جلطتين. هو عمل حادثه؟ حادثه واحد دخل فيه بالعربيه. دلوقتي بتتكلم كويس؟ الحمد لله تمام. الحادثه دي من كام سنه؟ بلا كتير. ست سنين. طب انت صحتك عامله ايه انت؟ انا كويسه. انا عندي جلطتين. امتى اخر جلطه؟ لا. اخر جلطه من 7 اشهر. الف سلامه عليك. كان ودوني ولسه عاوز تعالجي ولا تعالجتي؟ انا عايزه اتعالج. انا عايزه حد يوديني مستشفى. بس رجلها؟ بس السكر عامل فيا ايه؟ سكر فتح صوابعي. سكر ضغط وعندك كل حاجه، عندك كبد. يا حاجة سرايا خلاص صل على النبي. بس صل على النبي. صل على النبي. خلاص صل. مش ربنا بيرزقك؟ الحمد لله. بعيش منها، باكل واشرب، بدفع 2500 ايجار. عايزه شهاده السكن اعيش فيه انا وعيالي. بدفع 2500. دلوقتي اول حاجه عاوزك تقولي الحمد لله. الحمد لله. بص بطلع على السلم. خلاص يا امي خلاص. بقع على السلم انا وطالعه. وقع وقوم. صلى على النبي. صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. مش معديه وكله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. مش الاقصر عندنا ناس جامده؟ الحمد لله. انا من كرنك من الاقصر، بس عايشه ليا 31 سنه هنا. مش رضا؟ رضا. خلاص. الحمد لله. احنا عاوزين نكسبك، ايه رايك؟ ايه؟ تاخدي جايزه. ايه جايزه يا ناي؟ فلوس. حلوه؟ فلوس محلاها؟ انت مش عارفاني؟ لا انا شفتك وعارفاك وعارفاك. مش احنا كلامنا وفلوسنا حلال؟ كلامك بيقولوا دهب. دهب. مش احنا فلوسنا حلال؟ زي الحلال. صح؟ صح. فتاخدي الجايزه. جات لك في ميعادها؟ ايش جات لي الميعاد؟ والله جات لي الميعاد يا ناس. هو ربنا علم. كنت عايز اجيب توك توك كابو يشتغلوا عليه يبيعوا خضار. كل الحكومه تاجي تمشيني تقومني. شغال طريقه برضه عامله اشغال طريقه، بس كتر خيرهم يشكروا. متعاطفين معايا قوي. وسيد الرئيس اللي يخليه نفسي اشوفه، نفسي اقابله، نفسي اكلمه. عاوز اقول لك على حاجه. انت سعيدة الحظ انا وقفت عشان اكسبك. ويعود عليكم بخير اليوم نفترض ده، ويعودكم بزاره النبي ويسهل لكم ويكفيكم شر. بقول لك ايه، صلى على النبي واهدي بقى، عشان انت بتقول عندك جلطه من كام شهر. اهدي واحده. لا اديه الحمد. انت تاخد اسبرين، انا اوديك الدكتور. طب اخد بدون الدكتور؟ اكبر. انا اوديك الاكبر دكتور في مصر. نفسي. يا ريت. بس عاوزك تعملي ثلاث حاجات. تقولي الحمد لله. الحمد لله. وتصلى على النبي. ولا اله الا الله والحمد لله، اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله. بيننا ما بينه هو عمر. ادعي لنا. جوزت بنات بنتين، جوزتهم. والله ادعي لنا وادعي لمصر كده. ربنا يشفع عندك وياخد بدك ويديك الصحة والعافية. وادعي لمصر يا وسيادة الرئيس، وينصر مصر على دم. لا إله إلا الله. ينصرك يا مصر، ينصر شبابك وولدك ورجالتك ورضيك ويرضى عنك ويكفيكم شر المرض. والرئيس ربنا يبعد منه ولاد الحرام. أمين يا رب. وانصر بلدنا بالحلو كله، ورب ما حد يخش عليها بالوحش. يا رب ما يخش يستر على مصر بين مطروح. ربنا يكرمك. حاجة سرايا اللي بقابلها النهاردة في الأمطار الأخيرة في شهر رمضان، هتكسب معانا ولا هتكسب؟ بتقولوا إيه؟ تمام. وإحنا أسألك سؤال وتقولي واحد ولا اتنين ولا تلاتة. ما هو الوجار؟ ما هو الوجار؟ بيت الثعلب ده واحد، الدب اتنين، الجمل تلاتة. واحد اتنين تلاتة. واحد. بيت الثعلب فعلا إجابة صحيحة. قلت إيه؟ واحد. واحد والله واحد. الله واحد. ست سرايا اللي انا سعيد اللي بقابلها، بتكسب معانا الهديه، بتكسب معانا الجايزه. نقول لك مبروك. ربنا يرضيكم.
لكم شر المرة. تعال تعال امك انا تعال تعال. طيب النبي لا تعجب والله لما جيت تعرف ربنا وعدكم بزيارة النبي محمد. وانت وشك حلو مبسوطة؟ مبسوطة ثانية واحدة. الحمد لله وديت قدت قدت. عاوزك تشتغل. انا طالعه من البيت واقول يا رب انا علي الايجار اخر الشهر من ايه وعبد الله عايز كوتشي واسلام عايز كيسي. الايجار 2200 2200 والنور والغاز قضيت كده قضيت. اشكري ربنا الحمد لله. اشكري اشكري ربنا رحمة فضلك وكتر خيرك تشكر. الحمد لله حنين علي مش وحدني لحد واصل الحمد لله. تشكر يا ريس ربنا يرضيك ويرضى عنك. اشكره ربنا ينصرك ويوسع رزقك ويهدى عليك خلقه ويرضيك ويرضى عنك ويوفع راسك بين ما تروح ويجعل مصر منصوره. منصوره يا مصر منصوره يا مصر منصوره يا دولتنا العرب العرب منصوره يا مصر منصوره يا مصر باذن الله يا رب. اقول لك لا اله الا الله واخيك محمد رسول الله.